مالك الربيع، ربيع الرأي، مالك عن شيخي ربيع الرأي، مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه كان إذا جاء المسجد وقد صلى المكتوبة ولم يصلي، ولم يصلي قبلها شيئا، إذا جاء المسجد وقد صلى الناس المكتوبة لم يصلي قبلها شيئا، يعني صلى المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا، لأنه رأى البدء بالفرض أولى. قال الباجي: وإن ضاق الوقت عن الفريضة والنافلة قبلها بدأ بالفريضة ولم يجز البدء بالنافلة. تعلمون إخوتي الكرام أن هذا يرتكز على قاعدة، أقول إخوتي الكرام هذه تنزل لقاعدة قاعدها العلماء، أن من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون. هذا جاهل، جاهل. من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو مفتون مغبون. نعم. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه إذا دخل فوجد الناس يصلون يصلي الفريضة دون النافلة، إلا إذا كان في النافلة وقارب على الانتهاء منها. والعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأيضا تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب. مالك عن ربيعة ابن عبد الرحمن، ربيع الرأي، أن عبد الله بن عمر كان إذا دخل المسجد وقد صلى الناس المكتوبة لم يصلي إلا المكتوبة، لم يصلي قبلها شيء. وأنا قلت أن هذه مرتكزة على قاعدة عامة في هذا الباب، وهي من شغله النفل عن الفرض فهو مغبون، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. وذهب جماعة إلى أنه إذا دخل المسجد لا يصلي إلا المكتوب، لا يصلي إلا المكتوب، يعني حتى ولو كان عنده وقت ما يصلي إلا المكتوب، من باب تقديم الأهم على المهم واجب. نعم. ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، ورخص في ذلك بعض أهل العلم أن يركع ركعات قبل الفريضة، كل ذلك مباح وحسن. قال مالك: من أتى مسجدا قد صلى فيه، من أتى مسجدا قد صلي فيه فلا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان هناك ساعة من الوقت، يعني عنده وقت. وهو قول أبي حنيفة وقول محمد الحسن الشيباني وأيضا قول أبي يوسف، وكذلك قال الشافعي والظاهرية. أما الثوري فقال تبدأ بالمكتوبة ولا يتطوع، ما يتطوع إلا بعد المكتوبة، ثم قال ابدأ بالمكتوبة ثم تطوع ما شئت. وقال حسن الجني يبدأ بالفريضة ولا تطوع حتى يفرغ من الفريضة. قال: فإن كانت الظهر فرغ منها ثم من الركعتين بعدها ثم يصلي الأربع التي قبلها، وليس جاء عنه مثل القولين. والصحيح الراجح في هذا الباب إذا دخل ووجد الوقت كما قال مالك يصلي النافلة، وهذا الذي حدث من صحابة رسول الله، كانوا يبتدرون السواري فيصلون النافلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، فكانوا يبتدرون السارية يصلون الركعتين. فإن وجد إن وجد إن وجد فل وجد الوقت له أن يتنفل قبل الفريضة، وإن ضاق الوقت يبدأ بالفريضة، فتقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب. وهذا الراجح الصحيح. وهذا قول مالك. أنا خلاص تعال خلاص، أنا خلصت. تعال دقيقة. الفوائد المستنبطة: من شغله النفل عن الفرض فهو مغبون. الفضل في الجمع بين المصالح إن أتيح له ذلك. إذا ظهر الخلاف ففصل النزاع في السنة، ففصل النزاع في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.